بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفاضلات، أهلا وسهلا بكم أبنائي الأعزاء، منورين إن شاء الله. يا ربي تكونوا مستمتعين بالعطلة وقاعدين تلعبوا وتراجعوا مرة على مرة، وماذا تجدوا نشاطكم إن شاء الله باش ندخلوا للفصل الثالث وإحنا كلنا حيوية ونشاط. إذا أخواتي راح نبدأ إن شاء الله سلسلة المراجعة وبعض الاستدراك للتلاميذ اللي عندهم بعض المشاكل، بالأخص السنة للطور التحضيري وسنة أولى ابتدائي. اليوم بحول الله راح نجيبكم أن أجيب على تساؤل طرح كثيرا، والحقيقة أجبت عليه سابقا في فيديو مباشر، لكن لا بأس بما أنه تكرر كثيرا أني نعاودو. هذه المشكلة اللي هي مشكلة عادية عند الكثير من التلاميذ، يعني ما تقلقش كثير، راهي موجودة عند التلاميذ في الطور التحضيري إلى غير 7 سنين، نقولوا عليها مشكلة عادية جدا، أنه الطفل يقلب كتابة الأرقام وأحيانا الحروف، لكن هي أكثر شيء في الأرقام. قلت إنها مشكلة عادية، لكن إحنا نديرو تدريبات باش يتخلص الطفل من هذه المشكلة إن شاء الله، ولما يروح سنة ثانية يوجد نفسه ما عندوش خلاص هذه المشكلة ويكتب الأرقام بشكل صحيح. عندنا تدريبين بسيطين جدا، نقول لكم أخواتي دائما سنة أولى ثانية لما نديرو لهم هكا حوايج في المنزل، من الأفضل شيء أنها تكون في شكل نشاطات هكا يلعبوا بيها، ألوان، رسومات، عجين، أحسن باش نخرجوهم شوية من الجو هذاك تاع المدرسة. التدريب الأول بسيط جدا، لاحظوا لهنا راني درت مثلا الرقم 3، واش نديرو؟ نكتب 3 بهذه الطريقة ونمد للطفل ألوان مختلفة ويلونها ويأخذ وقته في التلوين، ما نقوله لا أسريع ولا شيء، يأخذ وقته أنه يلونها. نكتبها له بأشكال عفوا بأحجاب مختلفة، ويلون الطفل أيضا بألوان مختلفة. لما يدي وقته الطفل مع هذا التدريب راح يترسخ الرقم في راسه وما يزيدش ينساه بحول الله. وإحنا لما نقول أخواتي تدريبات، يعني تدريب حاجة لما ندربوا عليها يعني عدة مرات، مش مرة نقولها بني ثقيل بني راسه ما يهزش بني كذا كذا، لا، هذا تدريب يعني راح يدي وقت شوية. نفس الشيء نديره للأرقام الأخرى اللي يعاني منها من نفس المشكل، وهي عادة تكون 3 7 4 5 عادة، ولكن قادرة تكون أرقام أخرى. نفس الشيء، هاني 7 كتبتها له بأحجام مختلفة، يجي ويلونها الطفل، وقلت لكم أنه يدي وقته، هذه راهي يلعب ويتعلم، يلعب يركز في مكانه يجلس في مكانه، يعني تدريب على عدة أشياء هكا، ويلون بألوان مختلفة هكا. قلت لكم انه هنا التلميذ رايح ان شاء الله تترسخ في راسه بهذا النشاط الاول. نروحوا للنشاط الثاني. التدريب الثاني اخواتي يعتمد على ماذا؟ يعتمد على العجين. اما نفس الورقة بعدا ونقول له هيا شكل لي بالعجين هذا الرقم، وهنا راحين صدقوني هذا النشاط يعني عنده فائدة كبيرة كثيرة. لماذا؟ قلت لكم سابقا انه الطفل كل ما يعتمد على حواسه، يعني مش يشوف برك ويسمع برك، لا، يستعمل يديه، كل ما يستعمل حواسه كل ما راح يستوعب بشكل كبير، اما هنا والا مثلا نكتب له على السبوره، مثلا نكتب له هيا نقول له هذه 4، هيا نقول له شكلها بالعجين، يروح هو ويشكلها بالعجين هكا هكا بيديه، وعطيه له فرصته كاملة، خليه يلعب يستمتع أو يستمتع ويتعلم، ونقول له أخلص بهذا الشكل. أخواتي تدربوهم، قلت مرة واثنين وثلاثة، راحين إن شاء الله خلال العطلة يستمتعوا ويتعلموا إن شاء الله بحول الله، راحين تنفذوا هذا التطبيق. كل وحدة كل أخت كانت تعاني ابنها يعاني من هذا المشكل، تنفذوا وتكتب لي في التعليقات
النتيجة إن شاء الله. نقول لكم في أمان الله، نلتقي في فيديو آخر.